تحتفل دولة الكويت بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 62 عاما على استقلالها والذكرى 32 للتحرير. وجاء الاحتفال الذي أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت. العلاقات بيننا وبين الشعب الكويت علاقات متجذرة، لها رصيد كبير جدا جدا من الحب والتعاون والبناء المشترك، وبالتالي هي نموذج يحتذى به بالنسبة للعلاقات العربية. ومن هنا أنا بشوف أنه يجب أن احنا فعلا نحتفل مع شعب الكويت في هذه المناسبة الجميلة، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وفي ازدهار وتقدم دائم. أنا أنتهز الفرصة هذه لأتقدم إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بأجمل التهاني وإلى الشعب الكويتي. وأنا في القاهرة الآن وشايف أن الشعب المصري بأكمله يعني من قيادة ومن شعب ومن إعلام يحتفل بهذه المناسبة، كذلك الوافدين المصريين في الكويت يحتفلون بنفس المناسبة، لنؤكد جميعا بأن العلاقات الكويتية المصرية علاقات قوية ومتينة ولها جذور كبيرة. يعني تحية للشعب الكويتي الشقيق، هذه مناسبة غالية نهنئهم عليها ونتمنى لهم مزيد من التقدم والرقي والرفعة ومزيد من تمتين العلاقات المصرية الكويتية. العلاقة بين الكويت ومصر علاقة قديمة ومتينة وجيدة جدا. ثم من ناحية الطلاب، البعثات كانت إلى مصر من زمن قديم، فكان الدكتور أو الشيخ مساعد العازمي يعد من أول بعثات في سنة 1890 تقريبا ميلادي، قدم إلى الأزهر وتعلم، ثم توافد الطلاب من بعده، فكانت يعني العلاقة جدا متينة ورصينة بين البلدين، قائمة على المحبة والاحترام وتبادل الثقافات الجيدة. يسعدني اليوم أني أشارك باحتفالية السفارة الكويتية بالعيد الوطني 62 وعيد التحية عن طريق عرض بعض إنجازات جمعية السدو خلال السنين الطويلة. جمعية السدو مهتمة بالمحافظة على التراث الكويتي بشكل عام وتراث النسيج اليدوي بشكل خاص عن طريق توثيقه وإدراجة في بعض مناهج وزارة التربية وإقامة دورات مختلفة تساعد الناس على أنهم يتعلمون بطريقة صحيحة.